السلام عليكم متابعي قناتنا بونا للمعلوماتية، إن شاء الله تكونوا خاوتي كامل بخير. عدنا بزاف مرت علينا شوي ظروف، ما نزلنا لكمش حلقات من الفيديو الخاصين بنا بسبب خاوتي حقوق طبع النشر. عدنا خايفين والله، يعني بقتلنا انذار واحد، خايف انا نزيد ننزل يديرنا مشكلة وراح طارت منا القناة وما بقيناش نزيد ونعود ونخدم واحدة جديدة اخترك فيها تعب كبير. با وصلنا ل 3000 ابونين بعديك طرح كامل منا خاوتي، نصبروا شويه نزلوا هاد لا فيديو وان شاء الله خاوتي بارطاجيو لنا، خلي تطلع لا فيديو بالك لعل كي تفوت 1000 ما يديرولناش بان عليها. شرح اليوم، نرجع لا فيديو تاعنا. شرح اليوم خاوتي بخصوص الفيفا 2022، واش راح نديروا اليوم خاوتي؟ راح نديروا التيميت تيم. الناس بزاف حايره وانا واحد منهم كنت، اليوم راح تكونوا في سلسله جديده. اذا ساعدتكم خاوتي بارطاجيو لنا وعملوا لنا لايكات، وصلنا نطلبوا منكم 100 لايك لهذا لا فيديو. اليوم فيديو اليوم خاوتي كما تشوفوا، اليوم رانا درنا ميزاجور جديده اللي هي 2 جيجا دخلت، يعني واش راح يعطيونا؟ عطيونا حوايج بزاف. المراجعة الخفية راح نديروها امامكم هنا في الاعلى خاوتي، لا ما عرفت تبان لكم ماسوري ولا لا. وين رو زاريو اف سي، تلقاو تاسيس 2021 خاوتي، تلقاو صوارد عندي 37000. هذه 37000 بعت انا شويه دي جوار، دوك نعطي لكم كيفاه هنا في الانتقالات. هذه خاوتي هنا تشوفوا فيها الصفر، هذه لازم تشحنوا لها اللعبه وحنا رانا ضد الشحن. نروحوا خاوتي لهنا للمهام، نبداو ديريكت طاب باري طاب، نروحوا المهام شوفوا واش عطاونا. لازم ديما نفوتوه المهام هذو بالك يحلوا لنا لي باك لقطات. نروحوا للاساسي بالزر ار بي، نضغطوا هنايا ونضغطوا على هذه، ثم وين تلقاو هذيك النقطه الحمراء فوتوا حلوهم خاوتي. هاو عطاونا 150 قطعه نقديه، حاجه مليحه. نرجعوا هام زادوا لنا سوارد. احنا الفايده تاعنا خاوتي اليوم السلسله تاعنا راح تبدا من تحديات بناء تشكيله. اذا ساعدتكم خاوتي فهمتوا مليح هذه السلسله، الناس اللي خاصه بالفيفا والناس اللي ما عندهاش بالك راح تكون عندها مع الوقت زمان ان شاء الله. حاولوا خاوتي تخليوا لي تعليقاتكم باه نندمج كما نقولوا ونكملوا السلسله هذه. نديروا تحديد بناء تشكيله، ندخلوا ليها واش راح نعطيكم خاوتي. اول شيء نروحوا للمفضل، انا حطيتها كامله في هنا في الفافوري. ندخلوا لدورياتها جينا، اليوم راح نشرحوا دورياتها جينا. شوفوا خاوتي دورياتها جينا واش درت هنا. هنا كاينه الاليا الي بي، استغفر الله يا ربي، عندكم الي بي خماسيه. دقيقه برك خاوتي نرجع لكم، كما قلت لكم خاوتي اعتذر منكم برك نرجع لنا لا فيديو تاعنا. قلنا الي بي خماسيه وهنايا الياردات التسعة الكاملة، وهنايا معز الدورية السبعة، وهنايا تشكيل 11 اللي عدنا فيه راح نشرحوها اليوم. ندخلوا هنا بك خاوتي نشوفوا الي بي خماسية. ما نقدروش معليش. شوف شو يقول لكم هنا خاوتي على الجانب الأيمن، يقول لك الي بي خماسية التشكيلة الأساسية. المتطلبات الدوري بالضبط خمسة، يقول لك من الدوري لازم خمسة جوار. لاعبين من نفس الدوري حد أقصى أربعة، من نفس الدوري كما نقولوا احنا قادر تجيب من الإنجليز، تجيب كما نقولوا من كريستال بالاس، من ساوثهامبتون، من السيتي، من مانشستر، فهمتوا كيفاه؟ لاعبين لاعبون من نادي واحد حد أقصى أربعة، مثلا تجيب من مانشستر يونايتد تجيب أربعة، فهمتوا؟ من نادي واحد. لاعبون لاعب نادر حد ادنى سته. لاعب نادر كيما شغل احنا دوك نفهموا مع الوقت نفهم كيف لاعب نادر هذا يخرجوا بزاف، يجي يقول لك حد الادنى تاعو سته، فهمتوا؟ التقييم الاجمالي للفريق حد ادنى 69، هنا 69 الماكس تاعهم القوه تاعهم، هنا التناغم الفريق حد ادنى 8، هذه نرموهم فرغ منها. وهنا يعطيكم حزمة لاعبين متنوعين استثنائية، هذه كاملة نسميوها هذه تاع السبعة اسمها حزمة لاعبين الكتروم استثنائية، وهذه خاوتي حزمة ميجا. ما طار لي فيها والو انا لاعبين، طار لي توني كلاس وما بعتهم مهم بواحد 40000. وهنايا حزمة لاعبين النادرين ان شاء الله يطيروا لنا خاوتي. هذه هي المفيد منها انكم رايحين تربحوا سوارد حقيقيه. هذه كيفاه تبع تعب وبحث وزهورات كما يقولوا، قادر يطير لك لاعب نادر، لاعب نادر هذا تبيعه كاين مواقع نعطي لكم فيها مع الوقت، تبيعه بسوارد عادي يعطيوك فيه سومه تخلص بالدينار بالدولار باي بال ولا اورو ولا سادي بون فيزا كارد. ليسونسيال خاوتي تبعونا في السلسله بربي ان شاء الله راح نكونوا من اوائل تاع اللي شرحوا هذه السلسله. ندخلوا لهنا الفائده تاعنا اليوم، رانا في الخمس دقائق هذا راح نبدا الشرح. شوفوا واش خاوتي هنايا واش يقول لك.
يقول لك التناغم دوك فهم كيف فيها نبدأ من هنا. هذه التشكيلة تاعي، التشكيلة خوتي هذه راح تكون بهذا. دوك نعطيكم الموقع برك باه تفهموه، دوك ندخلوا له نديروا جوجل، جوجل سامحوني برك جوجل أيوة هكذا، ونكتبوا هنا فوت فوت بيان فوت بيان. ندخلوا هنا الموقع الأول في الفوت بيان. هذا الموقع خاوتي كان أبليكاسيون تهبطوها في تليفوناتكم وتخدموا عليها، وتروحوا لهنا تضغطوا على هذه هنايا تكتبوا الهاي هايبريد هاي دوك تجينا هاي هذه يا خاوتي هايبريد ليج ولا هذه اسانسيال واحدة من ندخلوا لها. دوك نلقاو هذيك الخاصة بينا تاع 11 لاعب، دوك نلقاوها هاي هاي تاعنا احنا خاوتي. ندخلوا لها الباك تاعنا ندخلوا له نفقدوا واش يخرج لنا، سامحوا لي برك شوية دوك يخرج لنا هاي خاوتي التشكيله. ايش والله كونيكسيون برك خاوتي دوك تخرج لنا. شوف يعطيكم هنا التشكيله اللي تطلعوها انتم عندكم هاي تدخلوا خاوتي للشالنج، تدخلوا هنا للسكواد، تدخلوا لهذا مثلا شوفوا هنا يعطيكم لاعبين بزاف خلاص. ندخلوا هنا لهذا الاخر دوك يعطينا تشكيله اللي نرسموها احنا في الوحده تاعنا. هاي تشكيله، هذا التشكيله واش فيها؟ فيها من 81 83 75 فيها محسوب. شو كيما تشوفوا هذه كامله لاعبين ارجنتينيان. هنا واش يقول لك كي ترجع للفيفا؟ كي ترجع للفيفا تلقى 11 لاعب برازيلي اللي خيرتها انا، وهنا يعطيك قداه خاوتي؟ اعطيك 11 لاعب من هذا الفايرفوكس، اعطيك 11 لاعب ارجنتيني. هذا مخاوتي كيف تحطوهم انتم؟ تبعوني تروحوا لهنا مثلا هذا اللاعب تلقوها فارغه كما شفتوها قبل، تضغطوا هكا على المثلث وتروحوا هنا تختاروا اللاعب هذا اللي مكتوب هنا كما نقولوا حنايا. ها هو اللاعب اسمه ايغواين، تكتبوا اسمه، تكتبوا اسمه هنا خاوتي وتروحوا شارشيو عليه وتروحوا تحطوه في التشكيله بالار بي والال بي نورمالمون فرغ من هذه. ايا بعد خاوتي ما تحطوا التشكيله تاعكم واش ديروا؟ توليوا تخسروا هنا التناغم تاعكم، لا جاتكم كيما يقولوا دوريات بالضبط 11 ولعب نادر 11 كامله الخضره هذيك، ابقى تلكم التناغم الفريق بالضبط 100 كيف راح تكون هذه خاوتي باه نوصلوها كامله خضره باه نقدروا نرسلوا التشكيله تاعنا نبيعوا الجوار تاعنا ويعطيونا لاعب نادر اللي حكينا عليه. واش نديروا خاوتي في هذه الحاله؟ نرجعوا ونروحوا نلعبوا 10 ماتش. دوك نعطيكم كيف نلعبوا 10 ماتش. ديديكاس لخويا محمد اللي عاوني في هذا الشرح. نروحوا لهنا خاوتي ندخلوا لهادي سكواد باتال وندخلوا لهنا نلعبوا 10 ماتش. 10 ماتش دونك كيفاش نلعبوهم خاوتي؟ مش راح نلعبوهم كامل. شو يقول لك عدد الافراد تشكيلتك الاساسيه والمقاعد ناقصين. هنايا لازم ندخلوا له لاعب من هذا ايساك ها برك، وهذا خاوتي اللي قاعد يسينيالي نعاودوا له كونترا برك هكا ها بارك بابتنا حال وهذيك تاع الواح ونروحوا ندخلوا. هاي راح تدخل معنا خاوتي. هنا انتم تقولوا راح نلعبوا 10 ماتش تقعد لي انا قريب 3 سوايع ولا 4 ما تلعبش 10 ماتش. تدخل للتشكيله تاعك كيما هكا واش نديروا؟ ها باسي البالون يقيس الجوار تنسحب من المباراه هكا لعبنا ماتش مفروغ منها يا خاوتي. نرجع لكم بعد ما نكمل 10 ماتش خاوتي. كيما راكم تشوفوا خاوتي ها رجعنا مع بعضنا كملنا 10 ماتش وانسحبنا دركا وين راح نروحوا خاوتي؟ نروح نشوفوا التناغم تاعنا اسكو طلع ولا لا. ايوا نرجعوا ونروحوا مع بعضنا هنايا للشاشه الرئيسيه وين نروح؟ نروحوا تحدي بناء تشكيله. ايا من بعديك نروحوا للمفضل ومن بعديك ندخل دوريات هجينا ومن بعديك ندخلوا للتشكيله الاساسيه. هنا واش يجينا؟ يجينا التناغم مازال ناقص 1. هنا هنا رايحين نستعينوا بصديق محمد. السلام عليكم.
ادخل معايا برك محمد. شوف مالجري دخلت لعبت 10 ماتش وبقات لنا تناغم، بقى ناقص واحد. راك شوف فيه بارطاجيك الشاشه، اصبر شو دقيقه نبارطاجيو له الشاشه باش ما يعاوننا. ها هاي ديك محمد. شوف هنا الفوق كيفات، شوف يا 99 هنا في هذه الحاله واش نعملو. كليكي على الاخر كام هذا، كليكي عليه كام هذا اللي في النص هيك يا اخي، هذا يا اخي اه هذا الكام هذا ها اللي تحت منه النادي تاعو اصفر. اها ومن بعد كان شوف نقول لك زد سي سي دي ام، سي دي ام وين هو سي دي ام وين تشوف فيها سي ام هذا، ها سي ام هذا ها ها روح تبدل البوست تاعو. ما فهمتش هذيك تطبيق عنصر مقترح قابل للاستهلاك. نكمل فيه بعد في امل اها وندخل بالكاريه اها ومن بعد نروحوا لهنا تطبيق عنصر نعمر هذه. هاني عمرتها اصبر شو ها امامكم هنا كما راكم تشوفوا التناغم الفريق بالضبط 100. هكا نكونوا كما نقولوا طلعنا التناغم تاعنا ونروحوا نرسلوا بزر ستار نرسلوا التشكيله تاعنا ونشوفوا محمد ما نعرف عينيه ملاح ولا لا. هنا ايش يعطيكم خاوت يعطيكم شغل ملاحظه يقول لك اسكو لاعبين انت سي بي اس تتعرض لاعب ولا اكثر لهذا اللاعب بالتشكيله، يقول لك تشكيله التحدي بينا هاي امامكم كامله ما نقدرش نقراها كل، نروحوا ونخليكم انتم تقراوا التشكيله تاعكم نديروا نعم نرسلوا التشكيله تاعنا ان شاء الله برك نكونوا ثم كما نقولوا راح كان راح نستفادوا منكم وراح يطيح لنا جوار مليح دوريات هجينا مكتمله. نديروا اوكي ومن بعد هنا محمد يا اخي نديرو حنز ميغا نادي رانا نضغط ايوه بسم الله نروحو دركا نخرجو ونروحو. خاوتي شتو هذه كامله، هذه كامله الفايده تاعنا باه نروحو للمتجر هنا ونشوفو واش عطاونا لاعب. كيما راك تشوفو حزمه لاعبين نادرين تجيك بالاصفر كيما هكا احتمال عدتي من جماعه المظاهر راه يطير لك لاعب نادر وتقدر تبيعه كيما تفهمنا. كنت يلعب مكش من المظاهر يطر لك على الاقل لاعب تقدر تبيعه هنا في 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 الفيفا تاعك هنا بالسوارد هذوك تاع الفوت تبين لهاتك الفوت وتشري بهم لاعبين عاديا. هنا ندخلوا لهذه ونقولوا بسم الله يا ربي ونشوفوا اسكو تشعل لنا النار ولا لا. شعلت ولا لا محمد؟ شعلتها ما شعلتش نافاس بصح ما يتباعش معليش نورمال يتباع مش ما يتباعش بصح بالسوارد سوارد حقيقيه ماشي حاجه هنا امامكم شوف بصح شكون جانا. جانا صافيت جانا اريولا جانا جوج بزاف ملاح ديابي تاع دورتموند كل 8 محسوم. واش نديروا في هذه الحاله محمد؟ نقل العناصر هنا يا اخي مش راح نبيعوهم الكل، تروحوا تضغطوا على الار تي وتنقلوا العناصر كامل. هذا واش نديروا نطلعوها؟ هانا طلعناه ومن بعد رجع نقل العناصر هذيك اصبر تشاو نقل كل العناصر سي بون. هكذا تانا راح يدخلوا لنا شوي صوارد الفوت بين فوق هاي الفوت تحنا تشوف فيها الفوق هي وين هنا امامكم في الاله وين مكتوبه 37000 هذه تانا نزيد نحلوها نروح حزمه ميجا نقولوا بسم الله يا ربي ان شاء الله نربحوا عليكم برك متابعين تاعنا الاوفياء. النار هاي شعلت وطفات يعني كي طلعت الدخلة ما فيهاش. شكون هذا اللاعب؟ مش حابين يعطينا وجهه. شكون غريفو هذا 86؟ أونسيان جوار هذايا. غريفو. فريق الأسبوع. هاي جاو معاه ليمار مونتي جوار يقعروا جاو معاه. كليكي بلي قراك. قندوزي. هاني باللي قراك مشي ما هو الساعة 35 مليح شوف الفوت بيان خلاص مليح
المهم خاوتي كما نشوفوا التشكيله اللي ظهرت امامنا كامل، راح تمت انا راح طير لكم كما هكا، تبعوا اللي طابر يطاب لا فيديو تاعنا، وحاولوا كما قلت لكم تبارطاجيو، وطلبوا منكم 100 لايك لهذا لا فيديو. لا ساعدتكم هذه السلسله راح نكملوا فيها، راح نطوروها بزاف مع الاخ محمد. وان شاء الله خاوتي راح نكونوا ديما عند الطلبة تاعكم اللي راكم تطلبوا منا. كاينين ناس بزاف كي قلت لكم اما اخر مره نحبس النشر من القناه، قالوا لي كمل وانشر رانا نستفادوا منك. مفروزة خاوتي ان شاء الله كما قلت لكم نكملوا مع بعضنا في السلسله هذه، ومش غير في سلسله الفيفا كما كملنا كنا توجور بي اس 3 ولا الاكس بوكس، وساعات نرجعوا شويه للتقنيه. وفي الاخير شو نقول لكم؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوف شو نقول.